صلاح في هاد الساحه في وسط بروكسل في بلاص لا موني مع واحد مجموعه جمعيات، كنا غنجمعوا بعضنا ونقبطوا الفرصه اللي معطيها لنا 15 يوم دو لوت كونتر لا بوفرتي. يا ميم طون اليوم نهار العاشور، قلنا حنايا هذه مناسبه مزيونه نعملوا في هذا يوم العاشور، نعملوا كسكسو اللي جبناه من الصحراء مع ما كوليك ناديه، باش واحد جهه نقدروا نهضروا على التاريخ ديالنا ونعترفوا بالمغربيه الصحراء ديالنا، وفي ميم طون نشرفوا النساء الصحراويات اللي كيخدموا فرانشمون دي مانيير اكسترودينير هذا الكسكسو اللي 100% بيو، دونك 5 سيريال. بغينا حنايا فريمون في هذه الفرصه ديال العاشور نقسموا هذه التجربه ديالنا مع جميع المغاربه خوتنا اللي خصهم ضروري يعرفوا هذه المادات اللي كاينين عندنا مهمه، وبغينا وسي ندخلوا حتى في التجاره بحق الكوميرس ايكيتاب. على حسب هاد الناس الصحراويين بزاف ديال الناس كيستافدوا الفرصه ديالهم والخدمه ديالهم، مي هما ماشي هما اللي كيستافدوا ديريكت 100% بالربح هاد المشروع هذا. فوالا دونك كنعرضوا الناس اليوم كازين غير طلبنا الاذن وكنقولوا لهم اجيو غير ذوقوا هاد الكسكسو شحال بنين وشحال مزيان، وكنتمنى الا زعما يتبعونا، وبغيت حتى نستافد في هاد الفرصه وسي نحيي النساء الصحراويات على هاد المشروع اللي كيعملوه، وكنتمنى يعرفوه بزاف في المغرب كامل وفي اوروبا كامله ان شاء الله. عرف الناس اللي ما كيعرفوش الصحراء، بغيت بهذا اللباس اللي عملته تقليدي الصحراوة، على حسب ما معناش الصحراويات حاضرين، ودونك بغيت نحييهم وبالنسبه لهذا المشروع ديالهم، ودونك باللباس ديالي بغيت غير باش نعطي واحد الصوره الا فوالا هاد كسكسو جام صحراء، وفوالا اللبسه ديالهم كيفاش كيلبسوها واخا ما لبستهاش مزيان معوطه، مي دونك فوالا ايون ميم طون كنستر فرصه عوده اخرى هي اللي 40 سنه بالمسيره درا مارش فيخت، وقلت انا فوالا دونك كنحتفلوا 40 سنه بالمسيره اللي زعما ما خصناش ننساوها من التاريخ ديالنا، ويوم ميم طون بغيت انا ولادنا وولاد ولادنا يعرفوا هذا التاريخ اللي مهم بزاف اترافيغ لي برودوي دو لا ريجيون. Je m'appelle Rqia et là, on est là pour la solidarité du couscous. En fait, c'est la journée des pauvretés, la journée de Ashura, la journée de partage aussi. Et tout ce qu'on donne ici, en fait, c'est bio et ben voilà. Et simplement partager avec les autres, partager avec tout le monde, c'est tout. Je donne la parole à Daniel aussi. Oui, écoute, moi je suis un peu ici là parce que je fais partie d'une association qui s'appelle Coisy et bon, je découvre tout ça. Je donne aussi un peu d'explications à les gens là qui passent, qui n'osent pas toujours venir, mais finalement, ils goûtent et voilà, ils trouvent ça très très bon ça. استاذ جدير، اليوم تلاقينا في هذه الساحه هذه اللي نجت سعدون جمعتنا فيها باش نشوفوا الكسكس بيو او الكسكس طبيعي هنا في وسط العاصمه ديال اوروبا بروكسل. شنو كتعطي يعني شنو كتفكر في هذه المبادره؟ وبحق هذه المبادره مهمه جدا وخصها تتكرر، لان اولا ما عندناش خاص المغاربه اللي غادي باش ياكلوا الكسكس، هو باغي حتى الاجانب منهم البلجيكيين يتعرفوا على الكسكس ديالنا والصداقه معاهم. وفاني الهدف ديال هذه المبادره هو عندهم علاقات مع منظمات في المغرب اللي كينتجوا في هذه القضيه ديال الخضار بيو، وباغيين يحاولوا ان شاء الله باش يساعدوهم ممكن يبقى يتباع هنايا، وباش يكون لهم الامكانيات باش يزيدوا يتوسعوا في المغرب ان شاء الله. يعني الا فهمت بالكلام ديالك سافيدي غادي يكون شي مشروع تجاري اللي غادي يقدر يساعد بعض الناس الوسطاء اللي كاينين في المغرب او في الصحراء بالخصوص، باش يديروا استثمار ديالهم ويبقاو يصدروا المنتوج ديالهم لهنا، ياك؟
هذا نتمنوا ان شاء الله يكون بهذا الفكر، ولكن الاول هو بقينا حنايا اللي عارفين المنظمه وكنعرفوها، بعد على الاقل نبقاو نشرو هذه المسائل اللي هي مؤقتا نشروها حتى ان شاء الله تنتج وتكون اكثر من هذا الشيء. الاولى الا بدينا غير حنايا ديجا غادي نساعدوهم وغادي نعطوهم ان شاء الله واحد المساعده اللي غادي ممكن تطور من قبل، واللي تكون ما يكون محل خاص تجاري وهذا الشيء، وعلاش لا. اوكي شكرا بزاف استاذ الجدير. نفتي سعيد رئيس الجمعيه المغربيه للاندماج بايطاليا، كتعمل في القضايا الاجتماعيه والقانونيه للمهاجرين المغاربه بايطاليا. عندنا صدد منذ التاسيس ديالها منذ سنه 2009 كنخدموا في العديد من المناسبات، وحنا اليوم جينا نتضامنوا مع الجمعيه دار الورد بلجيكا وعامة وخصوصا بالأخت نجاة سعدون اللي هي من المناضلات الجمعويات ومن السيدات اللي كي عندهم غير على الحب الوطن ديالهم. وبعد المناسبة جينا باش نتعاملوا معاه من إيطاليا إلى بلجيكا. دونك جو ديزي كو يا دي ريونيون كوم سا جو سي توجور بريزون باسكو جو تروف سي ان شويت انيسياتيف. Et donc voilà, je trouve que c'est un beau moment de partage. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce genre d'événement.